أعتقد ظهور السيد أو المتهم أو ماذا نسميه يعني بهذا الوقت، وبالتحديد بعد تصريحات رئيس هيئة النزاهة بأنه إن أفلت من هذه القضية سنلاحقه بقضايا أخرى متهم بها، وأيضا الابتزاز الذي كان يرافق البعض من حصول على أموال طائلة من هذا المتهم قد أجبر على أن يظهر بشكل علني نعم ويطلق التظلم ويطلق البراءة، وعلى اعتبار أن هذه الأموال ليس عائدة للدولة، وهو مظلوم بهذا الاتجاه وبالإعلام وبكل البيئة المجتمعية التي رافقت التصريحات والتعليقات المتواصلة حوله. أنا أعتقد من خلال تصريحاته نور زهير يكذب حقيقة بشكل واسع على أنه مبتز، وبجهة أخرى يقول أنه اشترى هذه الصكوك من نعم أصحابه بشكل قانوني، الذي ليس لديه حقيقة خوف أو قلق أو مجال للابتزاز. لماذا يعطي الأموال؟ وخصوصا هو ذكر أنه أعطى $1 مليون لأحد القنوات الإعلامية وأخرى ب750 ألف، أيضا للإعلام يرمز له بحروف، واتهم أحد النواب أيضا بطلب في بيت ب1200 متر في المنصور. إذا لماذا يعطي هذه الأموال إذا كان بشكل قانوني ومشتري بعض الصكوك من ملاكها